الو، السلام عليكم اختي سناء. اهلا وسهلا لمياء، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. وانت يا لاباس؟ الحمد لله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، صحتك لاباس؟ مالين الدار لاباس؟ كل شيء مزيان تبارك الله عليك اختي سناء. الله يبارك فيك يا لمياء. راهي البارح خدمت الفيسبوك وانا ندير سنة الزعيم، بقيت جالسه وكنتفرج في التصاور نتاعك. ايوا، وبركتي على هذيك البصمه، بعدا باش ديري لي شي لايك، لايكيتي شويه الصفحه ديالي. لا، ما بركتش عليها. ايوا، ان شاء الله اليوم. وعاودي رجعي وديري لايك، يلا نعول عليك. مرحبا بك لمياء، وعندك شي هوا ديال الكغاتان اللي بغيتي تقدمي للاخوات؟ يلا حنا معاك. بسم الله. اذا كغاتان ديال البطاطا وبدنجال، كيجي رائع بدنجال في الكغاتان. بسم الله. ثلاثه بطاطاس مقطعين دوائر ومسلوقين. تتسلقيهم وعاد تقطعيهم ياك؟ لا، تنقطعهم وعاد باش كنسلقهم. نص سلقه غير تطلع الغليه صافي ونطفيو عليها. واخا. جوج دنجالات مقطعين دوائر ومدهونين بالزيت ومرشوش عليهم شويه الملحه. نعم. ولا اخو الاخت سناء، هذوك الدنجالات نقليوهم في الزيت على حسب الاختيار. واخا. واللي ما بغاش يقليهم يدهنهم غير بالزيت ويدخلهم الفران. يتحمروا شويه ويخرجوهم. اييه. سلاطه ديال الكراتان غادي ندهنوها بالزبده. اييه. وغادي نفرشوا الدوائر نتاع البطاطا. هما الاولين. ولكن ما غاديش نفرشهم الاخت سناء كلهم. المهم غير حد اللاطه ونحبسه. واخا. غادي ناخذ الكفته 10 دراهم تقريبا. اييه. وغادي نشلضوا معاها البصله. اييه. تكون البصله رقيقه. نعم. وغنديروا معاها التوابل. راه السيدات عارفين التوابل ديال الكفته. اييه. غادي ناخذ بصله واحده اخرى كبيره. نعم. وغادي نشلضوها وغادي نشحروها مع الزيت. إلا سمحتي لي لمياء، أنا مثلا ملي كنصاوب الكراتا الكفته ما كنكثرش فيها العطريه، شنو التوابل اللي كندير؟ عندي لالا كندير الملحه، شويه ديال الابزار، وفي الربيع ما كنديروش مخلط، كندير شويه ديال المعدنوس وبصيله، وكندير واحد الحكه ولا جوج ديال الكوزه، لان الكوزه في الكراتا مع لاصوص بيشاميل كتجي عندها واحد النكهه غزاله. متفقين؟ متفقين انا وياك لمياء، ياك صافي. اذا والبصله الثانيه كتكوني شحرتيها؟ شحرتها. وغادي نخلطوا البصله مع الكفته وغنشحروهم كلهم. نعم. غادي ندردروا الكفته فوق هذيك البطاطا. اييه. وغادي نفرشوا الدنجال. اذا بطاطا هي الاولى ثم الكفته ثم بدنجال. وغنبقاو غاديين بهذه الطريقه، غاديين حتى نسالو داكشي اللي عندنا، والدنجال غيكون هو الاخر هو الفوقاني. اييه. غادي ناخذ بيضه. نعم. غادي نطربوها مع شويه ديال التحميره باش تحمر لك الوجه. ضروري. وغادي نديرو معاها دانون ياغورت. اييه. نعم. وغادي نديرو معاها قطيره ديال الخل باش ما تكونش ديك النسمه نتاع البيض. وغنديرو معاها ربع معلقه صغيره ديال الخميره باش تنفخ لينا الكراتان. هادي ما فراسيش، اذا ربع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز ياك. باش يتنفخ. واخا. وغادي نطربو هادشي مزيان. وغادي نديرو فوق الكراتا. نعم. وغندخلو الفران لالا، ومن غيطيب غادي نخرجو وغادي ندردرو عليه الفرماج محكول. اييه، تبارك الله عليك لمياء. الله يبارك فيك. غزال عندك هاد الكراتا رائع، انا كنصحكم تجربوه وتدعيو مع لمياء. باش بغيتي يا لمياء ندعيو معاك؟ يخليو لي انا اختي سناء الزعيم صافي. ربي يخليك. والله يسهل عليك يا ربي دائما في حياتك.